كنا في السنة الفارطة قد يعني وفرنا الكهرباء اللي طلب لنا غلاف مالها، وكما كان الوعد تاعنا ثابت وبفضل الامدادات المالية التي تكرمت بها الدولة على الولاية، اليوم جينا باش ندشنوا يعني شبكة الغاز اللي استفدت منها يعني ساكنة هذه المنطقة، واللي طلبت لنا 11 كيلومتر طولي من يعني القنوات. كنا في قبنا الحمد لله وذكرنا الحمد لله يا ربي ورجعنا الجاز كل شرنا ما يخصنا حتى ساعة، الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي مشكره. وهذه المنطقة كانت باردة وملي داروا لها الجاز رانا لاباس، رانا في رحمة ربي.